والتكسب باسم الدين هذه مصيبة. بعض الناس يرى أنه لا يغتني إلا عن طريق الدين بأسرع وقت. يا أخي إذا كان الشرع ذم الانغماس في الدنيا وذم الطلب فيها بكثرة مع تحصيلها بطرق مشروعة، فما ظنك بتكسب الدنيا بطرق غير مشروعة؟ فما ظنك أن تتكسب عن طريق الدين؟ أعوذ بالله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أعوذ بالله. هذا كثر. والله مثلا أرسلنا رسالة وهذا مبلغ ويخصم من حسابك مبلغ من المال وما شابه ذلك، فتحت الدنيا على الناس وأرادوا أن يشبعوا غرائزهم عن طريق الدين، تجمع هذه الأموال عن طريق الدين، والمعصوم من عصمه الله. المال محبوب لكن يحتاج إلى مجاهدة حتى ولو كان عليهم سمى الخير. الإنسان قد يخدع بالدنيا، يخدع بمتعها، يخدع بتحصيل هذه الأموال. نسأل السلامة والعافية.